طيب اذا انجلترا جابت جون يا جماعه انجلترا جابت جون واحد 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 زي ما عم صلاح قال من شويه الماتش ما خلصش الماتش ما خلصش احنا في الدقيقه 60 تعادل يبقى يعني لسه بس لسه نص ساعه يعني احتمال يبقى في اكسترا تايم بس هنشوف من نص ساعه ايه اللي هيحصل هذا هذه بطوله المكافاه المفاجات